السلام عليكم. اليوم جيفو صفحة 173 production de l'écrit, إنشاء. L'objectif c'est de compléter un texte narratif. نكملو النص سردي. Donc complète ce récit avec les expressions suivantes. غادي نكملو النص سردي. هذا النص سردي هنا بعد العبارات التالية. العبارات هما دي le deuxième jour des mundo, le deuxième jour yom tani, d'abord awalan, puis min ba'd la semaine dernière, yani l'usbou madi ou l'usbou l'akhir, thumma enfin hiya akhiran. إذن تلقى من قراءتنا لهذه لي زيكسبرسيون كيبان لنا هاد لي زيكسبرسيون غنحطوها في الاول ديال النص ولي زيكسبرسيون غنحطو في الوسط لي زيكسبرسيون غادي تحطو في الاخر بحال مثلا اونفا ثم بوي غادي تحط في الوسط اونفا غادي تحط في الاخر بوي غادي تكون تقدر تجي في الوسط ثم لا سومين ديغنيير يعني تقدر غادي تجي في الاول لانها كيحكي لينا على السيمنا الاخيره او الفايته. اذا غادي نحاول نشرح النص. دونك عزة اتيليلا عزة اتيليلا هما السمية ديال جوج بنات يعني سان الي اون فاكونس مشاو لعطلة اطونجي في طنجة. ils se sont installés chez leur tante Rahim. يعني مشاو وجلسوا عند عمتهم رحيمو ولا خالتهم رحيمو. يعني رحيمو لوغ اغيبي هنايا غادي تقدر تجي فيه دي. هاد دي دي لوغ اغيبي يعني منذ وصولهم خرجنا. ils sont sortis يعني لسون سورتي خرجنا بوغ ديكوفغيغ لا جولي فيل دو نور دو ماروك. لا جولي فيل يعني خرجوا باش يكتشفوا يعني المدينة الجميلة لشمال المغرب. إلزون فيزيتي بوي هنا غادي تجي دابور هنا غادي تجي دابور في البداية. إلزون فيزيتي لو ميزي de la قصبة. يعني أولا زرنا متحف القصبة يعني متحف القصبة. puis ils se sont promenés dans l'ancien quartier. من بعد يعني puis غادي تجي هنا puis من بعد ils se sont promenés dans l'ancien quartier يعني تجولنا في الحي القديم. se sont promenés dans l'ancien quartier تجولنا في الحي القديم. هنايا تقدر تجي دونك لو دوزيام جور اليوم الثاني. طون ترحيمو لي زاموني يعني العم او الخال رحيمو داتهم الطوموبيلا وكاب سبارتيل. كاب سبارتيل هو منارة سبارتيل منارة ديال سبارتيل بوغ كاينة في طنجة بوغ فواغ لي غروت دي ركيل باش يشوفوا مغارة هرقل. يعني بداتهم ديك المنارة باش يشوفوا مغارة هرقل. هنا غادي تكون اونفان ils sont revenus chez elle. واخيرا نرجعوا للبيوت ديالهم. سعيدات جدا revenus chez elle très contente يعني سعيدات جدا. اذا غادي نبنوا النص هنا قلنا كما قلنا La semaine dernière, Isa et Tilila sont allés en vacances à Tanger. Ils se sont installés chez leur tante Rahimou. Dès leur arrivée, ils sont sortis pour découvrir la jolie ville du nord au Maroc. D'abord, يعني اولا إلزون فيزيتي لو ميزي دو لا قصبة. زرنا قمنا بزيارة متحف القصبة. بوي إلسو سون بروموني دو لونسيان مدينة
ou bien de l'ancien quartier. Ils se sont promenés dans l'ancien quartier. تجولنا من بعد تجولنا في الحي القديم. Le deuxième jour, اليوم الثاني, tante Rahimo les a menés en voiture au Kapspartel. C'est comme le Tombila, le Manara de Spartel, pour voir les grottes d'Hercule. Bâche chauffe-four, Manara de Héraclès. Enfin, et ils sont revenus chez elle, très contents. Donc, à dictée, il y en a des. حاولوا استدعوا عليكم لا ديكتيل الا تحاولوا تدربوا عليها في المنازل ديالكم. دونك لا ديكتيل لا سويفونت. دونك لي توريست ont attiré à l'aéroport de Rabat. يعني سياح نزلوا في مطار الرباط. Un guide avec son autocar les conduit à l'hôtel. مرشد بالحافلة وقف ودهم الفندق لوطيل. يعني مرشد وقف بالحافلة ديالو دهم لوطيل. اون لي مونت الوغ شومبر. يعني طلعهم الغرف ديالهم, طلعهم الغرف ديالهم. Ils sont très contents de passer les vacances au Maroc. هم جد سعداء بقضاء العطلة في المغرب. هم جد سعداء بقضاء العطلة في المغرب. إذا نكون قد أنهينا هذه